أربعين ليلة، وقال موسى لأخيه
إن في ذلك
اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد. أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والساعة حق، والنبيون حق، ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، وأنت الرؤوف الرحيم. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا، وإليك حاكمنا. فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم يا فارج الهم، يا كاشف الغم، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فرج همومنا، ونفس كروبنا، واقض ديوننا، واشف مرضانا، ويسر عسيرنا، ونفس كربنا، وارحم موتانا. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم ارحمهم واغفر لهم وعافهم واعف عنهم. اللهم خص منهم الآباء والأمهات. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم اجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله عدد ما مشى فوق السماوات والأراضين ودرج. والحمد لله الذي بيده مفاتيح الفرج. يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب، ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب، وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا. لا يخفى عليك شيء من أمرنا، نحن الفقراء بين يديك، نحن المقرون المعترفون بذنوبنا. ما عصيناك إذ عصيناك، ونحن بعذابك جاهلون، ولا بعذابك مستخفون. ولكن سولت لنا أنفسنا، وغرنا سترك المرخى علينا، فعصيناك بجهل، وخالفناك بجهل. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يأخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا واسع المغفرة،
نسألك يا ربنا في هذه الليلة الشريفة المباركة وفي هذا المسجد المبارك، نسألك يا ربنا ويا سيدنا ويا خالقنا، نسألك يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأحبابنا وعلمائنا وولاة أمرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام. اللهم تقبل منا واكتبنا في من يقوم ويصوم رمضان ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك ولا إله غيرك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها ورخاءها واستقرارها وعلماءها وولاة أمرها. اللهم وفق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين بتوفيقك وأيده بتأييدك وانصر به دينك ووفقه وولي عهده لكل ما تحب وترضى ولكل ما فيه صلاح للبلاد والعباد ولكل ما فيه عز ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا على ثغورنا. اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء اللهم فأشغله في نفسه. اللهم إنا ندرأ بك في نحره ونعوذ بك من شره. اللهم اكفناه بما شئت يا قوي يا عزيز. إلهنا رفعنا إليك كف الضراعة فاجعلنا من أهل الحوض والشفاعة ولا تخزنا يوم تقوم الساعة. اللهم ما سألناك من خير فأعطنا وما لم نسألك فابتدئنا وما قصرت عنه آمالنا وأعمالنا فبلغنا إياه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك
غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما
حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون.